السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة روبيكس بروجيكت. اليوم سوف نقوم بعمل انبوكسين اخر. في الفيديو السابق قمت بعمل انبوكسين لمايكروفون بM8 كما ترون، سبق ان اشرنا له وعملنا له الانبوكسين بM800. هو الميكروفون الذي قمت بعمل له الانبوكسين مرة الماضية. أما اليوم فقد توصلت بمنتوجين آخرين عبارة عن arm stand، يعني الحامل الذي يقف عليه الميكروفون، والبوب فلتر أو ما يسمى بالبوب شيل، أي واحد يعني عازل تقوم تركيب أمام الميكروفون. اذا لن نطيل عنكم كثيرا، ندعكم مع الفيديو. اذا هذا هو الميكروفون الذي سبق عملنا له مراجعة او معاينة مسبقا. هذا هو الميكروفون بM800، سنضعه جانبا. الآن نستكشف ما يوجد في العلبة التي أتت اليوم في الصباح. فهذه العلبة بها منتوجين كما ترون، ذلك كما العادة. هذه فقط البلاستيك، هذه ورقة بها معلومات شخصية لن أظهرها. هذا هو المنتوج الذي تحدثت عنه في الفيديو المسبق، وهو الارم ستاند أو بالفرنسية أمورتيسور، يعني سيبور اللي غادي يركب فيها الميكروفون. بروفيسيونال ريكوردين ستاند مايكروفون كما ترون. نقرا بعض الكتابات بالصينية وصور أجل اتباع مراحل كيفية تركيب الميكروفون. سوف نقوم بفتح العلبة. بسم الله. إذن هناك قطعة ثم قطعة أخرى ثم قطعة أخرى. نضع إذن القطعة الأولى عبارة عن حاملة ميكروفون، لكن هذا النوع لن نستعمله نظرا لأنني أتوفر على حاملة ميكروفون خاصة بالميكروفون، فهذا يستعمل في أنواع دايناميك مايكروفون، يعني لن أستعمله. هذه تلتصق بطاولة أو مكتب الذي سوف تضعونه فوق الميكروفون، يعني تثبت في الطاولة هكذا. إذا كانت الطاولة هكذا سوف تقومون بتثبيتها على الطاولة بهذه الطريقة، تقومون بالضغط حتى تثبت في مكانها، ثم يوضع من هنا الميكروفون. هذه حاملة الميكروفون. إذن ها هي القطعة الثانية، ثم القطعة الثالثة وهي حاملة الميكروفون كما ترون. وهنا يوضع الميكروفون كما ترون. هذه القطعة التي تحدثت عنها يوضع بها الميكروفون هكذا. يجب فتح هذا الزر. كما ترون يثبت الميكروفون هكذا في هذه القطعة. المهم لن نثبته الآن. الآن كما لن ننسى هذه القطعة الموجودة، وهي البوب شيلد أو ما يسمى بالبوب فلتر، وهناك عدة مسميات سوف نتطرق لهذه العلبة لاحقا.
الآن نقوم بجذب هذه القطعة المرفقة من الميكروفون بام 800 ونقوم بإلصاق هذه القطعة على هذا الشكل لنثبتها في مكانها كما ترون. قد تم تثبيت القطعة حاملة الميكروفون. نقوم بتصغير هذه القطعة حتى يظهر الشكل. ها هي. ثم نضع الميكروفون هنا. هناك عدة أشكال يمكن وضع بها الميكروفون. يمكن أن نوضعها هكذا يعني بهذه الطريقة. أو يمكن أن يوضع يعني من الأسفل. أنا سوف أقوم بهذه الطريقة يعني هكذا. المهم اسم بي ام 800 يجب وضعه أمام في الجهة التي سوف تتحدثون فيها. يعني سوف أضعه بهذا الشكل. يعني الميكروفون سوف يوضع بهذا الشكل. ثم هناك عدة إعدادات يمكن التحكم بها حتى نثبت الميكروفون على حسب القياس الذي نريده. ثم يأتي دور عازل الميكروفون يسمى بالويند سكرين أو هناك عدة مسميات. نقوم بتغطية هذا الجانب كما ترون. هناك أيضا الكيبل الذي تحدثنا عنه سابقا في الفيديو السابق. من لم يشاهد الفيديو فلي يشاهد الفيديو الأول لأنه مهم جدا ببعض التفاصيل التي لن نذكرها في هذا الفيديو. بالنسبة للبوب شيلد أو بوب فلتر فسوف نقوم بتشغيل كما ترون بوب سكرين فور برودكاستين اند ريكوردين مايكروفونز بوب شيلد كتابة صينية لن نفهم فيها شيئا. and there it's writing high quality acoustic filter prevents pop when recording vocals adjustable chump fixes securely to any mic stand goes neck for price positioning. مهم ليش ليس هناك يعني شيء مهم بالنسبة لي. هذا هو البوب شيل. بالنسبة للبوب شيل فهو هذا. هذا هو الذي تحدثت عنه في الفيديو السابق. إذن الآن اكتملت المجموعة الخاصة بالميكروفون حتى يتم تنصيبه والعمل به. لكن ينقصني فقط الفانتوم باور الذي تحدثنا عنه مسبقا. فبالنسبة للفانتوم باور فلم يتبقى سوى على ما أظن 10 أيام أو أسبوع هكذا وسوف يتم إرساله. لقد توصلت به إلى المغرب. فقط فقية أن أتوصل به عن طريق البريد. بالنسبة لهذا البوب فلتر سيكون هكذا يعني يركب أمام الميكروفون بهذه الطريقة كما ترون. سيتم لويه بهذه الطريقة ويركب على الميكروفون بهذه الطريقة. يعني سوف نقوم هكذا بوضع الميكروفون هكذا. اعتذر لانني يعني صعوبة في طريقة تركيب الميكروفون.
إذن يتم وضعه هكذا أمام الميكروفون، أي سنقوم بإلصاق جزء منه هنا. نقوم بفتح أولا هذه القطعة ثم يركب هنا، هذه القطعة تركب هنا ثم ترام يعني في هذه المنطقة. سأقوم بتركيبه لكي أثبته. أعتذر، الميكروفون تقيل بعد الشيء، أتمكن بإمساكه حتى أثبت القطعة. لقد تم تثبيت القطعة. إذا نقوم بعمل الميكروفون بهذه الطريقة، يعني تكون هكذا كما ترون. إذا قمنا بإزالة الفلتر فكما ترون الآن، سوف أريكم عدة اتجاهات الميكروفون يمكن تنصيبه هكذا أو بطريقة أخرى. هناك عدة طرق، هناك عدة طرق يمكن تنصيبه بطريقة أخرى من الفوق، يعني هذا البوب شيلد يكون السلك الخاص به من الفوق. فما كما ترون هو قد تم تركيبه. إذن فهذا هو الميكروفون الذي قمت بشرائه وعمل الانبوكسين له في الفيديو الأول السابق. فمن لم يرى الفيديو السابق المرجو الرجوع إلى الفيديو السابق حتى ترون الانبوكسين للميكروفون وحده. كما رأيتم اليوم القطع التي جاءت فهي الارم ستاند والبوب شيلد أو البوب فيلتر، وقمنا بتركيبه. في المرة المقبلة وعدتكم أنني سوف أقوم بعمل فيديو له حتى يكتمل الكل. الآن لم يبقى ينقصني فقط الفانتوم باور سوبلاي 48 فولت لكي تعطي الكوندنسر مايكروفون طاقة جيدة حتى يشتغل جيد. لا تنسوا الضغط على الزر صابوني أو سبسكرايب.
حتى يصلكم الجديد كل مرة. لا تنسونا بزر اللايك، تقطع زر اللايك حتى ينتشر الفيديو يراه أكبر عدد ممكن. والمرجو منكم نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي إن أعجبتكم الفيديوهات حتى تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. وشكرا لكم كثيرا على الدعم.